وصباحاتكم دائما مفعمة مشاهدينا الأحبة بالطموحات العالية، ونحن متواصلين معكم طبعا في محطات قهوة الصباح، ونشكركم أيضا على هذه المتابعة الراقية. إن شاء الله محطتنا القادمة راح نسلط الضوء على مصورة فوتوغرافية، لكن المصورة جدا متميزة بالتقاطاتها الرائعة للأطفال، وخصوصا الأطفال حديثي الولادة. دائما تحاول أن تخلق لهم جو المرح والضحك والسرور، أيضا حتى تلتقط التقاطات جميلة لهم. إن شاء الله اليوم راح نتعرف عن أساسيات التقاط هذه الصور الجميلة للأطفال خصوصا حديثي الولادة مع المصورة الفوتوغرافية ريحانة بنت محمد الراشدية. أهلا وسهلا فيك ريحانة، وصباحك خير. صباحك. مرحبا بك ريحانة في برنامج قهوة الصباح. يعني شفنا الناس كثيرين من المصورين والمصورات أيضا يركزوا على الطبيعة، يركزوا على ملامح الوجوه، أشياء كثيرة، ولكن التراث التاريخ وغيره، لكن أنك تركز على الأطفال وحديثي الولادة فشيء مميز وفريد من نوعه. كيف تقدرين تتعاملين مع هؤلاء الأطفال بحيث أنه تلتقطين الصورة فعلا مناسبة وجميلة؟ في الحقيقة هو في صعوبات يعني في تصوير المواليد، شيء ما سهل ابدا، بس اهم شيء الصبر، لانه الطفل ممكن يجيك متقلب المزاج، ممكن يجيك مريض او عنده مشاكل صحيه، او ممكن يكون جوعان، يعني انت لازم تكون صابر وتتقبل الطفل بكل شكل يجيك فيه يعني. واهم شيء اهم شيء نوفر له سبل الراحه، انه يعني رضاعه، نوم، يعني الدفء يكون دافي عشان اقدر اني التقط صور حلوه، احطه في مكان انا عارفه انه هو نايم نومة حلوة يعني. الصور الحلوة اللي تكون مثلا بابتسامة جميلة عفوية. هذه انت وحظك، بس في البداية يعني عادة الطفل في بداية النوم ما يبتسم. فأنا تعودت على أنه أول ما ينام وأحطه في مكان مناسب على طول أجهز الكاميرا، لأني أتوقع ابتسامة في هذيك اللحظة. نعم. طيب يعني من خلال التقاطك للصور تحب أن تكون يمكن الصور أكثر عفوية وأكثر طبيعية للطفل، ليش اخترتي الأطفال؟ وخصوصا حديثي الولادة. يمكن تقدر تقول اني انا احب الاطفال. واكثر شيء احب حديثي الولادة اللي هم هذلك العمر اللي لا حيلة لهم في شيء يعني. ما يعرفوا شيء غير النوم والرضاعة. وبس. فجمعت بين حبي للتصوير وحبي للاطفال وصورتهم. وطبعا شفت مواقع تحمست اكثر. مواقع اجنبية وكذا. متى بدأتي اول مرة؟ تقريبا 3 سنوات. 3 سنوات. أيوة. بس كتجارة وكذا تقريبا سنتين. سنتين. أكيد يعني ما شاء الله مروا عليك أطفال كثيرين ها في هذه المسيرة. طيب في مواقف معينة تتذكريها يعني صارت لك وأنت تنتظرين يعني اللقطة المناسبة لالتقاط الصورة؟ أيوة. أحيانا تحصل إنه يوصل عند الطفل وتصير عنده مشاكل في المعدة، خاصة بعد عمر الأسبوعين تبدأ الغازات وكذا، فالطفل مهما وفرت له من سبل الراحة كل شيء الطفل ما ينام، يجلس يبكي يبكي عادي 4 ساعات هو يبكي، واحنا نحاول معه. فممكن الجلسه تبوء بالفشل، بس في الفتره الاخيره لا، صرت احاول اصورهم حتى لو هم صاحين عشان ما اخذ الام او الطفل حتى يرجع في النهايه 4 ساعات احنا نحاول فيه وما يكون في صور، بس ما شرط يعني يكون نايم. نعم. يعني جلسة التصوير ممكن تاخذ 4 ساعات. ممكن ساعات. هذه الأصعب نقطة في جلسة تصوير المواليد، انك ما تقدري تحددي. ايوه وتحددي. أيوة. وما تقدري تتحكمي. أيوة. فيهم وتسيطري. ممكن ساعة يعني. ونص، ممكن 4 ساعات على حسب مزاج الطفل. يعني انتي وصبرش. عملية متعبة اذا. أيوة. طبعا، ونحن نحاول يعني بقدر المستطاع ان شاء الله نشاهد بعض الصور الجميلة. ايوه هذه بعض من التقاطاتك الجميلة والحلوة. طيب في صورة ممدودة الحين نشوف صورة أخرى. في صورة معينة تجي ببالك الحين يا ريحانة لطفل أو طفلة معينة كذا التقطيها؟ مثلا هذه الصورة وايد حلوة. أيوة. ما شاء الله تبارك رحمة الله صلى الله عليه. نفس الشيء يعني دور الأم واجد مهم في جلسة التصوير. الأم اللي تكون متساعدة معاي يعني تقدر تعرف الطفل إيش يحتاج عشان ينام، تحاول تساعدني، ممكن نطلع بنتائج حلوة أحلى يعني. جميل. طيب ريحانة، هل أيضا تعتمدي على إكسسوارات التصوير للطفل؟ يعني أنا لاحظ يمكن بعض من صورك أو كل صورك فيها نوع من الإكسسوارات، صح؟ أيوة، بس ما أعتمد على شيء معين يعني. ممكن أي شيء أشوفه يعجبني أو أحس أنه ممكن يخدمنا في التصوير ممكن أستخدمه، بعد مع مرور الوقت أحس هل هو عجبني واستمر عليه أو أني أتوقف عنه. عندك موقع معين يقوكي أو لا أنت اللي تروحي لهم المنازل؟ لا، هم يجوني الاستوديو. الاستوديو هذه الاكسسوارات يعني هذه كلها موجوده. ايوه، لانه صعب علي ان اخذهم
المنازل يعني. نعم. طيب ممكن أن مثلا في تصوير اللي هو الأوتدور، التصوير الخارجي، هل تفضل التصوير الخارجي ولا لا؟ الأطفال اللي فوق السنة ونص أفضل تصوير خارجي، لأنهم أشقياء وما يحبوا الكتمة، ما يحب أنك حطه هنا في هذه الخلفية وجلس، لا يمكن يجلس ليش خمس دقائق وخلاص، وبعد إحنا ورانا خلفيات ثانية فيتكدر ويتنكد والأم تتكدر، فأفضل أوتدور ويلعب وإحنا نصور. كيف بخصوص التسويق والترويج لصورك؟ والله حاليا بس عن طريق الانستغرام، بس إن شاء الله عندي يعني خطة أني أحط لي موقع. في ملاحظات اقتراحات توصلك؟ أيوة، بس أكثر شيء توصلني يعني عن طريق الأم أو عن طريق الزباين أكثر شيء. نعم. هم يتواصلون. طيب ريحانة، هل أيضا تواجهي صعوبة مثلا في إقناع ولي الأمر أو الأم أنه تلتقطي صورة لطفلهم، أو أنهم متقبلين الفكرة؟ هم متقبلين، هم بروحهم يجوا يحجزوا عندي، وحتى في العمر اللي هم يعني يحبون. طيب هل ممكن أيضا تشاركيهم في الأفكار أيضا في الثيم اللي هم حابين أنه يعملوه، ولا كل ثيم أو فكرة تكون لك أنت خاصة؟ هم إذا الأم اقترحت علي شيء أنا ما أردها، لكن أكثر شيء أشاركهم في سماش كيك، جلسات تصوير سماش كيك. أعتقد حاطة أنا هنا صورة طفل يأكل كيكة، هذيك عادة أخلي الأم تختار الديزاين الثيم اللي هي تحبه، ألوان أو شخصية أو شيء، فهم عادة يقترحوا علي في هذا. أحيانا تستخدمي بعض برامج التعديل الرقمي أو لا تعتمدي على التقاط الكاميرا؟ لا أستخدم. تستخدم فوتوشوب. تستخدم الفوتوشوب. يعني ما تعتمدي على الإضاءة الطبيعية أو إضاءة الشمس؟ أعتمد على إضاءة الشمس. الفوتوشوب بس إذا كان الطفل خاصة على عمر أسبوعين يبدأ جلده يتقشر، أو ممكن يطلع له حساسية، إني أخبي هذه الأشياء. نعم. أيوة. بس كإضاءة وكذا، وبعض الصور تطلع حلوة يعني بدون تعديل، بس تعديل بسيط، زيادة إضاءة، زيادة حدة، تغمقي بعض الأماكن كذا يعني عشان تطلع صورة بشكل حلو. كل من قالك مكرست إنه على التصوير الأطفال أو لا عندك أيضا بإمكانك تلتقطي في مجالات أخرى؟ حاليا أطفال فقط إن شاء الله. فقط ما عندك أبدا ما عندك هواية معينة إنك تصوري الطبيعة مثلا أو ملامح الوجوه أو عندي بس ما محترفة. محترفة فقط في أيوة، لأن كل أنواع التصوير فيها صعوبات بصراحة، فأكتفي بالأطفال حاليا. نعم. يعني طيب يعني خصوصا في أطفال حديثي الولادة، أنا متأكدة أن بالفعل راح تواجه صعوبة في هذا الموضوع، لكن أنا لاحظت أن هناك مثلا في وضعيات مختلفة للطفل، فكيف ممكن أن أنت تعمليها؟ فكيف يعني أن أنت تتعاملي مع الطفل الحديثي الولادة؟ وصعب انك تتعامل معاهم في عمليه التصوير، مو مالك اطفال يعني. هو في صعوبه بس تقبل كل طفل غير يعني. في اطفال احطهم في السله ممكن يعني ما يتقبل، مع انه هو في السله افضل نوع الوضعيات، لانه هو مقمط كما هو معتاد في البيت، واحطه في سله هو كانه في سريره، لان السله تكون مريحه، بس بعد الطفل يعني يكون ما عاجبنا ويعجبه على بطنه، والطفل الثاني تحسي لا يحب اللي كذا وما يحب اللي على بطنه. نعم. فكل طفل يعني الوقت تاخذي وقت عشان تكتشفي شخصيته هو ايش يحب وايش ما يحب. نعم. يعني يمكن خصوصا حتى يمكن الام يكون عندها خوف انه لا تعملي لولدي هذه الوضعيه، انه يكون جالس وغيره، انه مثلا تخاف على صحه الطفل. في الحقيقه لا ابدا، اكثرهم يجوني يريدوا الوضعيات الصعبه يعني. لكن ترى اقول لهم ممكن ولدك ما يتقبل هذه الوضعيه يعني، فلا تكوني جاية وحاطة أمل أنه لازم نفس هذه الوضعية. نعم. ممكن يكون وضعيات ثانية تناسبها. نعم. كسؤال أخير، أساسيات معينة، رسائل أيضا حابة توجيها للمبتدئين في هذا المجال تصوير مواليد. أهم شيء الصبر، لأنه ممكن يعني في أي لحظة أنه هي تمل، أو يعني أنا أعرف واجد مصورات بدوا في هذا المجال وتركوه لأنه في صعوبة، فاللي تبدأ في هذا المجال تعرف أنه بتواجه صعوبة. شيء ثاني، ضبط النفس يعني، لا تتنرفز وتتضايق إذا الطفل طول. صحيح أحيانا يكون عندنا ارتباطات ثانية بعد جلسة التصوير، لكن لازم تحطي هذاك اليوم مفتوح. صحيح. متوقع أي شيء. والتطبيق والممارسة هو اللي يخليك في النهاية أسهل مع المواليد والأطفال. نعم. إذا نتمنى كل التوفيق أخت ريحانة، بارك الله فيك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وإلى مزيد إن شاء الله تعالى من التقدم في هذا المجال. ريحانة بنت محمد الراشدية، مصورة فوتوغرافية وتحديدا في الأطفال حديثي الولادة. شكرا يا ريحانة. وإحنا أيضا مستمرين ومتواصلين معكم مشاهدينا الأحبة، نروح لفاصل، وبعد الفاصل محطة أخرى قادمة بانتظاركم، فتابعونا.